السلام عليكم. طريقة الدخول على موقع ساعة برمجة والمشاركة في فعاليات مدرستي تبرمج. البداية الدخول على رابط الموقع. إذا ظهر الموقع باللغة الإنجليزية ممكن ننزل إلى أسفل الصفحة ونغير اللغة، اختار اللغة العربية، وبعدها راح تتحول الصفحة إلى اللغة العربية. الآن مطلوب مننا تسجيل الدخول بالضغط على هذا الزر. طبعا الدخول راح يكون باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالدخول إلى منصة مدرستي. تعبئة البيانات ثم نضغط على تسجيل الدخول. هنا نعبي البيانات المطلوبة، نوع الحساب، نحدد الطالب، ثم نحدد العمر، بعدها نضغط على اذهب إلى حسابي. بعد ممكن نقفل هذه الصفحة بالضغط على زر الخروج. توجه إلى فهرس الدورة التدريبية، بعدين نختار ساعة برمجة أو الميني كرافت. نختار منها ميني كرافت مغامر، بعدين نضغط على الزر ابدأ عشان نبدأ الفعالية. طبعا الآن مطلوب مننا تدوير الجهاز ونخليه بشكل أفقي. الآن بعد ما دورنا الجهاز يظهر لنا مقطع فيديو توضيحي، بإمكاننا يعني متابعة المقطع. بعدها اختيار أحد الشخصيات. الآن فتح الموقع معاي. طبعا الموقع بسيط جدا، مكون من 3 خانات رئيسية. الخانة الأولى منطقة التعليمات، وفيها آخذ التعليمات المهمة اللي راح أنفذها. المنطقة الثانية منطقة المربعات الجانبية أو منطقة اللبنات، وفيها يتم سحب المربعات وربطها في هذه الخانة لتنفيذ المهمة المطلوبة. طبعا المنطقة الثالثة منطقة التنفيذ أو منطقة العرض، وهنا يظهر نتيجة الأمر البرمجي اللي أنت راح تنفذه. طبعا إذا أخطيت في مهمة أو ترغب في إلغائها تقوم بالسحب والإفلات أو الضغط على البدء من جديد. الآن راح أنفذ المهمة، أضغط على كلمة تشغيل، راح تتحرك الشخصية. كذا أنا أنهيت المهمة الأولى، تبقي علي إكمال بقية المهام لكي أحصل على الشهادة. بعد ما أحصل على الشهادة يتم تنزيلها وحفظها في جهاز الجوال أو في جهاز الكمبيوتر وإرسالها إلى المعلم. إذا في سؤال أو استفسار أتمنى كتابته في أسفل التعليقات.